الجسم تشالها عالروح اسحد طق القلب مشالها ايقا روحك
علي بالعيد بس ما فماش عيد يتعدى بلاش علي بالعيد. فتومة إن شاء الله أيامكم كلها عيد. خلصتي روحي يا مان ديجا الميكرو يخدم اللي عندك علي. أوكي ماشي غي دونك هذاك الغناية هذا أسعود ما كيما كنت بقع في السلميات باش تقع في الكوريغرافي في كل بلاصة عليك فهمونا بالكدا وجه الخير يتحط في كل بلاصة. وي وجه الخير حلو. يعطيك صحة. أوكي بسم الله علي نضيفوك قبل كل شيء. بارك الله فيك والله ونعم فيك. أنا مانيش وكيلة في الحلو أما ساعات هكاك كي تبدا حاجة بنينة ومن أيادي هكايا حلوة شاف الحية. لا هي حابة تقول لنا هي علي تبارك الله عليها حلوة وتزيد تاكل الحلو يا رب تقبلك يا ساعة قبل كل شيء. ميرسي أسعد على الاستضافة. مرحبا. ميرسي فاطمة ميرسي أميمة ميرسي ليكيب الكل. أنا جايتك يا شيف يا شيفين محلاكم. ميرسي ليكيب الكل إن شاء الله عيدكم مبروك. يعيشك يا علي وإن شاء الله تونس ديما بألف خير يا رب. يعيش علي عندك برشا ما شفناكش وينك والله وقت تقولوا لي اجي نجي الحق علاش غيبه معناتها واخذت انت اختيار ولا لا والله لا مش قلت انتاج خاطر الانتاج موجود مع عاد البندقه ومازال موجود وبدليل انه عملنا ديرنييرمون 9 اغاني واسسنا بيهم معناها حفلات والكل معناها الانتاج موجود واحنا موجودين واني قدامكم مش سيبا ما نفهمش الفينومين شنو انا في الصيف عندك مهرجانات ان شاء الله ما زلنا ما عطوناش اما اكيد فما بالاغاني الجديده نتاع عليا معناها ان شاء الله باغانيه بخاطر اغانينا قدرة ربي نقول أغنية أنا نحكي على روحي قدرة ربي ما تموتش كما نسمة شيلة كما تحنن كما بوزيقة كما كما لنعزم برشا أغاني وجديدة زيدة لحنهم لعادل لدغنيغمان برشا أغاني يا ربي تو ما نستحضر أغانيك راه مولادك هذوك يا علي أولادتها الصغيرة كبيرة حبيتهم عندك صوت الرحاء يظهر لي حاجه هيك على حس الرحاء على حس الرحاء صادر حكم الشوق برشا غاني رجعت غني يعشق العليا مثلا في القديم شويه رزين والا باقي باش معناتها نفس لا انا راني ما عمري ما معني عمري فاطمه ما خرجت اختي على ديما فما مراوحه صحيح بين اني نغني الثقيل وبين اني نغني معناها الغناء زاده اللي فيه الريتم ما هو زاده غناء زاده معبر وحلو انت مع الاغنيه الخفيفه معناها اليوم علي مع الاغنيه الخفيفه اللي نشوفوا فيهم اليوم في الساعه الفنيه بمعنى فما الكلمه البسيطه تو حبت نسمه شيلها مش خفيفه اما رزينة اسمع الكلام واسمع الميلودي الموجوده فيها وشام مش نحكي على روحي خاطر مش نقول لك شكر روحه مي تو نسمع وتخلط الحبل بالنابل مالوغوزمون راهو نسمعوا في حاجات مالوغوزمون يندى لها الجبين دونك هذا الطيار يزمو يقف خلينا متفائلين خلينا متفائلين ان شاء الله بيان الوغ احنا عايده عايده نشوفوا مع لي شيف ايوب ناحيه التليفون لله يا عايده يا مسجات لي ذكرني في غنيه حس الرحا حاجك منك صوت الرحا على حس الرحا ذكرني في غنيه الغنيه اللي بيها مشهوره برشا طقات فردات الرحا في الليل الله حلوه ياسر معروفه ياسر تاع شكون هذه يا ايوب والله تراث ليبي هي تصور ملحمه صارت في معناها في عهد طلاين وكل شيء حلوه برشا تحكي على المراه تقول انا نشكي لها وهي ما تشكي معناها اللي عانات وصل هذا كلام يوصل ايوب معبر على الاخر بالضبط دونك ساده مشاهدين اونتر بارونتيز احنا الرحال اليوم دشتنا شنو دشتنا زعما لا عملنا به الشربه دونك شيف بيومي باش يقدم لنا لي بلا وين وصلوا هو ديجا ما شاء الله عليه كمل في لحظه كمل باش يكمل معنا الصبحية المزيانة هذه مع السادة المشاهدين في يوم العيد هذا باش تحكينا وين وصلنا توا شيف اولا قبل ما لوكا اي حاجه مش عايز لوكا قد ايه يعني سعيد ان انا موجود معاكم في اول ايام العيد يعني ان شاء الله اعود عليكم الايام بخير ايوه الله يخليك سامحني شو اسمك يا شيف بيومي يا استاذ بيومي ازاي بشوفوا هالدور عاد ما شاء الله يا معروف مصر اهلا بك في بلدك الثاني يلا تفضل الحاجة الثانية ان انا احنا النهارده زي ما قلنا نعمل حاجات يعني تقريبا حاجات خفيفة يعني سلطة هي خفيفة جدا بتاعت سلطة المتبل ديت بالبتنجان نسمع بيها المتبل برشا وشهونة في الطعمية والفول عندنا في الشرق نقول تبولة وتبلة ومتبل تبولة ديت سلطة معمولة من البقدونس والبرغل والتبلة عبارة عن شبت وكسبر وبقدونس وبصل ونعناع
سلطه دي حاجه بتتعمل دي حاجه اكومبانيمون للاكل الثاني يعني وسلطه المتبل ديت عباره عن بتنجان مشوي وبتاخد بقدونس وطماطم وبصل وبتاخد ليمون وبتاخد طماطم دي سلطه المتبل عملنا النهارده كمان شوربه العدس وزي ما قلنا هو العدس الاصفر او الاحمر يعني اختاروا زي ما انتوا عايزين يعني المهم لازم ياخد هو مفيد قوي جدا للاطفال لان فيه كل فوائد اللي جيم لان فيه بطاطا وفي كوسه اللي هو قرع الاخضر وفي سناريا وفي بصل وفي ثوم وفي بصل وفي ثوم معناها ما شاء الله فيكم وزيت زيتونه سفير وفي اللي هو تسموه انتوا البراسيا ولا البوارو يعني الكراث فاوريدي فيها كل الفوائد اللي ممكن تفيد الاطفال يعني حاجه حلوه جدا بتاخد كمان كريم فريش فيها او ممكن تحط حليب وتاخد زيت زيتونه معناها حتى الطفل لما ياكلها معناها يستمر خد وجبه كامله هو لو كلها يعني وعملنا كمان الرز بالشعريه اللي هو اللي هو نسموه شوفيدونش يعني الدويده ديت احنا بنعملها بنقليها شويه في الزبده وبعدين ننزل عليها بالرز وبصل وشويه تعلمتها منكم يا شيف اما كان لازم دويها من ايد امي ربي يفضلها ان شاء الله الله يخليك الله عايز اروح لامك المكتب طبعا على ايدينا ان شاء الله على العين والراس ربي يعزك وعملنا معاها شويه زي ما انت تقولوا حاجه قريبه كده من المدربل بتاع تونس يعني شويه شكشوكه بس خفيفه ما فيهاش طماطم معجونه خالص كلها حاجات فريش كلها خضار فريش وعملنا الفراخ دي حشيناها بالريجوتا الفراخ اللي هي مليحه مليحه حشيناها بالريجوتا والكريم فريش ممكن تاخد ابنار وفيها زبيب وفيها اللي هي الاعشاب بقى الاكليل والزعتر والحاجات ديت عشان تكون ذات قيمه يعني وتلفت ودخلت الفرن وزي ما انتم شايفين هي كانها حمامه طايره يعني ما شاء الله زينا بس الشيف. الكاميرا تقدر تجيبها يعني اكيد اكيد شكرا شيف نورتنا اليوم الله يخليك بارك الله فيك هنا حبينا نعدوا للساده المشاهدين في يوم العيد هذايا النكهه نتاع المطبخ المصري تحيه ليك لانك قبلت الدعوه وجيتنا لا طبعا يعيشك ربي فضلك يعيشك ربي فضلك ايوب غادرنا شيف اكيد باش يغادرنا دونك عنده التزامات الخدمه وكل شيء ما انا مش غادركم وقلبي معكم ربي يخليك ربي يخليك شيف دونك فتحيه باش تقدم لنا الاطباق هذه احنا بدنا نشكرك شيف ونقول لك ان شاء الله كل عام وانت بخير ونورتنا بارك الله فيك عايش شكرا شكرا بارك الله فيك شيف سلام فتحيه البناضج حضروا بنان ذقتهم بالحق خارقه للعاده قعدت راسي راس الجول وي توا راسي راسك او رجع بالجستين بماتريال الخدمه ما عشان اخذ البنادق يعطيك الصحه شكرا شكرا ميرسي بون فاطمه انا عملت بناضج وعملت طاجين ورقه هذوك الحاجات اللي نعملوهم ليله العيد في الفجر نحضروهم باش نصبحوا بهم في العيد مع صحن الحلو باش اللي ما ياكلش الحلو هذاك فطور الحلال حلال والملوخيه فطور هذوما على الصباح اما هذوما الصباح برشا عباد ما يحبوش الحلو معناها يتقلقوا معناها دوبه باش يفطروا الصباح يدوروا من دار لدار باش ياكلوا حلو يبداو ساعات يجريو باش يجيو لدارنا احنا باش يقاو الملح. ميرسي شيف فتحيه على اليوتا انت توا كيفاش تعديه العيد؟ كان نمشي لدارنا بيان سور يجيو خاطر دارنا هي الدار الكبيره معناها فيسك بابا هو الله يرحمه اخوهم الكبير تعيش ترحمه يجيو فاميليا نقعدوا فلا نتلموا نسلموا على بعض شنني في جيبس لا 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 لا, 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 لا بالنسبه لشنني وجيبس شنو هي العادات والتقاليد غادي والله بما انك اصيله ولايه والله ما خاطر انا بون عديته صغيره في جيبس معناها انا في جيبس اللي نثبت عليه وانا صغيره العيد وقت اللي عديته غادي الناس كل تلبس جديد معناها حتى الكبار اي اللي قاعد هذاك شو احنا ما عندناش في تونس مثلا انا نتصور روحي ما نشريش لبسه جديده والكل عندك انا الصغار معناها هما غادي حتى العزيز نقولوا احنا الكبار يشريوا لبسه جديده انت سكنت في سليمان ولا؟ سليمان سكنت اي سكنت في سليمان كيما مزل بوزلفة معناها العباد الكل تلبس جديد الكبار والصغار اي شفت حاجه ما كنتش نعرفها يعني فاطمه من الناس مثلا اللي كانت باش العيد ليله العيد بيت سهره معاهم تبيت من بحذاها العباد كلهم صغار تحت راسي الروبه والسانديل والله بيتهم حسره ذكريات عيد قبل مش كيما توا حسره والله كان فما ما نحبش انا بون
تو كل وقت وقته. وقته هي الحاجه بركه اللي نحبوها تقعد في العيد فاطمه ويا عليا وجماعه الكل التآزر كل المحبه كل نزوروا بعضنا بالحق نقصت الحكايه في بالو صاي هو الحاج والشيخ الحاج جاي 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 ها نحك الجبهه يا ساده كالعاده يقولوا يا ساده يا ماده وباي بدك تساعدي العيد في العاد نعدي ريق نصبح بالحق مطلوب اما اليوم هاني فقت على متينه لما بعد العشيه نخرجوا هكا نمشيو للدار عمي ودرشنا اي انا شيت اليوم حويجي من فابيوش نلبسهم العشيه فهمتي خاطري صحيتك عيطة دونك قلت لي مع فما مهرجانات ان شاء الله في الصيف ان شاء الله عزيزتي فما مهرجانات وتو يوفيونا بها خاطر مازالوا هما ما عطاوش تو الوزاره مازال اكيد فما بقدره ربي ان شاء الله مع شويه العروسات ربي يهني الناس الكل باهي شنو نسمع من عندك قبل ما نخليوك تمشي تعيد على الجماعه انا نحب نقول حكايه اغنيه حلوه في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام في سماء الكون شمس اشرقت فينا بعدما ماتت قلوب جئت تحيينا يا ختام الأنبياء روح وضياء يا ختام الأنبياء نور وضياء يا شفيع شفعاء جئت بالإسلام دينا الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله الحمد لله والشكر لله تنده الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله هذه المدينة فيها نبينا هذه المدينة فيها نبينا فيها أحمد أبا القاسم خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيك الصحة عليا بالعيد كل عام حي بخير شيخ الدار الكبير ديما الكاميرا باش نذوقوها من ايدين مدام فتحيه يعطيها الصحه تفضل هذا ناكلو انا مرحبا السالي ناكلو هذا السالي والحلو ما ندورش به السالي متع السالي مرحبا بك ميرسي بوكو عليا كل عام حي بخير يعيش كل عام حي بخير عليا بالعيد وعيدك مبروك مره اخرى احنا نخرجوا روبورتاج الخاص بانيبال بارك وميما اليوم عيد قلعه عبيد الكوليك أكيد فرحت برشا عبيد ولا باش يلعبوا في انيبال بارك اليوم. اكيد اكيد ربحت برشا عبيد الناس الكل تلقاوها في حنبال بارك دونك شو عيد مبروك ان شاء الله عيد مبروك نشوفوا مالا روبورتاج الخاص بانيبال بارك مضاء زميلتنا اميمه الوسلاتي احفظتوها اميمه سعيد وبيان سور ادم معاك ادم الاحبري شوفوا الروبورتاج ونرجع بارك كبير ونظيف العاب وتنشيطه وتفرهيده كامل بالكيف حنبال بارك سكره سيدي فرج احسن اختيار باش تخرج صغارك من حفره الدار على
السلامة ومرحبا بكم الناس الكل، صحة شريبتكم، الناس الماتينال اللي تبعوا فيها الكل واللي يحبوا يربحوا معايا دو كرني كل كرني في 5 تيكي اللي نجموا يلعبوا بيه صغيرات لهنا في حنبال بارك سكرة ولا في حنبال بارك القنطاوي، ما عليهم كان يطلعوا معايا تشنشينة، وتشنشينة اليوم تقول على أنثى معرشة وفي الأرض مكرشة، ولدها سلطان وولد ولدها شيطان، زعما شنو؟ ما نعرفش شنو هي؟ هي غلة ناكلوها. غلة ناكلوها تفاح؟ لا. عنب؟ برافو الإجابة صحيحة، مبروك عليك، ربحت معايا دو كارني، كل كارني في 5 تيكي اللي تنجم تلعب بهم لهنا في حنبال بارك سكرة ولا في حنبال بارك القنطاوي، مبروك عليك. لا ميور أدريس بور ساموزي، غامر وافرح وطير وزيد طير، الجو يحلى ويزيد يحلى، حنبال بارك القنطاوي أول فضاء ترفيهي شبابي في شمال أفريقيا. صباح الخير، مرحبا بكم مره اخرى في الماتينال، عيدكم مبروك العباد الكل، عيدك مبروك انيس الغول الحرز زميلتنا بيسوغ، نستقبل بعضنا سي مهدي جمال صاحب مشروع باك ستيج اللي هو سنتر دو كوافير وماكياج، مرحبا بك سيدي، عيدك مبروك. عايش كاينه وعليكم على الناس الكل، يعيشك. فوالا دونك رو ديزون، مرحبا بكم. بون اليوم حابين نحكيو شويه تاو بون في رمضان وكذا، دونك اون باس تاو تو سكي فيستيفيتي عيد وعروسات وسهريات ودي فيونساي وكذا، دونك فوالا دونك جينا بحث اي دونك فوالا جيت حابين نحكيو شويه على تو سكي لي باك تاو اللي عندنا نحنا، تو سكي فيونساي ومارياج وصداق وكل شيء. دونك فوالا هذا علاش اليوم. دونك شنو اللي يميزكم باك ستيج؟ والله يو فيت بور بالنسبه للسيزون هذيا اون ا بريباري معناها دي باك تريز انتريسون دون لو سونس اللي اون ا بريباري دي معناتها تو سكي عروسه دو ا جوسكا زيد كيما حكينا لوتر فوا، من الميك اب للكوافور للحمام الواحد الكل ان لوكس ابوردابل ديزون وي وي جو كونفير بلوز او موان كوريكت معناها بارابور اوز اوتر، اون ا با دي بري تري mais c'est des prix corrects disons donc اللي تحب حاجة simple تلقى وال voilà exactement معناها simple ou مزيانة à la fois donc c'est une très très bonne adresse pour le moment هذا ce qu'on peut proposer بالنسبة للعرايس باكستيج أخلف العرايس اللي هو إن شاء الله معناتها في الصيف وتعرف اللي هو موسم تاو الرجال زادا oui absolument نقول لك الأنيس اي والله جاركم راهو أنيس مرحبا بي بون الرجال الرجال مالوغوزمون معناها عندنا جوست لا بارتي كوافور معناها بور لي زوم تو سكي لي كوب لي سوان الكيراتين مي اسونسيالمون هذو معناها لي دو فولي هذوما تو سكي كوب اي كيراتين دونك بور لي زوم عندنا دي بري تري كوريكت الحقيقه بيان سور زيد نرجعوا ديما للبرودوي اللي نستعملوا فيه صحيح اليوم فما باصات تلقى فما دي اسباس اللي مثلا يخدم لك سوم هابط برشا نقولوا نحن خاط لي برودوي ماهمش فوالا اكزاكتومون نحن لي برودوي اوتيليزي معناها سي دي برودوي مارو فينال الاخر مانيش ديما نقعدوا في الكاليبر نتاع الكاليتي نرجع لك للاسوام وكل شيء سي دي بري بلوز او موان كوريكت ينجموا الناس الكل معناها يكونوا على كاباسيتي تو لو مون فوالا دونك بور عاملين ديما لي سونتر دو كوافير هكا ولا مونيا يعملوا باكيج كامل للعروسه معناها من اللي تدخل اول نهار عرس عطا من الحمام بوتيتخ ولا حتى قبل الحمام حتى رجلها من عرفت رجلها من اللي عرفت رجلها تحكي على سواري هما او فيت شنو فما فما يعطيك يا دو سواري ولا اون سواري ولا فما شكون يزيدو كان لي روب و فاز فما دون سو سونس بي احنا عندنا اون سول سواري عندنا دو سواري و بور لي روب عندنا دي بارتنير ديزون اللي نجمو نتعاملو معاهم بون عندهم ديما دي كوليكسيون جدد دو كل شيء دونك اون بو بروبوزي دون سو سونس مي ما عندناش دي روب ابروبريي نو معناها بور لو مومون اما باهي انت قلت لي المره الاخرى عندنا ديما دي كونسيي اللي ينصحوا اللي يجينا على الكوب الشعر على المكياج شنو هو اللي واتي اللي هو الحاجه الخط بتدخل اللي باش تمشي فيه الباك ستيج وي جوستومون نقعدوا ديما في نفس الموضوع هذاك اليوم ديجا نحلوا بتيت بارونتيز مثلا تو بارابور سكي توندونس بالنسبه للعرايس وكل شيء هربوا شويه نسي على برشا مكياج برشا فهمت يحبوا السامبليسيتي فوالا اكزاكتومون بالنسبه للسامبليسيتي نجم نقول لك عندنا حاجه محترمه على الاخر معناها معناها هذاك نحن نحبوا نمشي فيه معناها تخرج عروسه سامبل مزيانه مي مش اوتون دو فهمت مش مركبه برشا خاطر امون افي سيي
سي دي باسي معناها الموضوع هذاك توا دخلنا فيك الحاجه الفينو دايوغ كان ذكر انت العرس اللي صار في لونجلتير ديغنييرمون دونك حتى لي غومارك نتاع العباد الكل كيل كو سوا في اللبسه ولا في المكياج وكل شيء يظهر لي الرياكسيون نتاع العباد الكل تفسر معناها فهمت هذه لا توندونس توا اليوم منى تحب تسالوا حاجه؟ وي انا نحب نساله هو قال اللي الاسوام نتاعهم يعني مش كمام رخيصه برشا خاطر معناها حاجه غاليه كمام باه جوستومون وفيت مش غاليه دون لو سونس اللي ماهيش ابوردابل معناها سي اغزولي شوف هما فما دو شوا يا باش تعمل حاجات نقولوا نحن معناها اسوام طايحه على الاخر اي لا تنجم تولي تلعب على الكاليتي خاطر كون لو فوي او با راهو فينالمون اي واحد عنده ان بروجي يل دوا غاني كيلكو باغ pour être clair معناها فهم autre ما فهم ما تنجم ما نجم حتى واحد باش يخدم فهم تبقى فما حاجه معقوله وحاجه مش معقوله ديما نرجعوا فما لي برودوي خاطر اليوم راهو معناها نتصور برشا عباد تعرف اللي راهو توسكي برودوي توا دو بوتي ولا برودوي كوزميتيك راهو مغلاو على الاخر دوكو دونك هنا تبقى في ان ديليم نتاع يا طايح في الكاليتي اون بروبوز دي برودوي معناتها بلوتو دي بري طايحين برشا Et là, ce n'est pas ni notre vision, ni... Pour les promotions, qui marquent Nakbilika, on a des prix. Je ne peux pas divulguer les prix, mais les intéressés, elles peuvent appeler le numéro, le 29 30 20 10, ou bien notre page sur Facebook, là où il y a les promos, mais c'est des prix vraiment très corrects, prix promotionnel, disons, ما تخممش في حد شيء إيجا ليسونسيال راك باش تخرج مزيانه وان بلوس اليوم باش تحكي عروسه ولا باش تخرج في ايفينمون ولا فيونساي ولا صديق ولا الفالور نتاع الفلوس كونكريتمون صحيح عندها قيمه اوكي نعرف فما فرق ما بين يعني حتى كان تدفع وانت فرحان صحيح فوالا اكزاكتومون معناها يفو با سو فوكاليزي على كل بوان هذاك قداش باش ندفع مش هذا الموضوع اوكي تنجم باش تدفع مي فو فواغ اون كونتر بارتي شنو اللي تستاهل فهمت فوالا هذا هو معناه مهدي انا حبيت منى تسال زاد حتى اللي يعملوا لي فولاغ عندهم بيان سور تو سكي فام فوالي وكل شيء ديجا اون ان اسباس بريفاتيزي لهم هما هذا فما نسي بارفوا حتى السونتر حتى كيبدا مش ميكس فما نسي تحب تقعد وحدها تحب تقد وحدها فهمني انا ان اسباس ديدي لهم هما تو سكي فام فوالي وكل شيء دونك ما تقولوش راهو باك ستيج هو اوم اي فام ميكس راهو فما لي بارتي يكونوا تاع بيان سور بيان سور للنساء فما اون كابين ديدي لتو سكي ميك اب تو سكي كوافور لنسي الفوالي وكل شيء برشا على البرودوي شين برشا البرودوي اي لو سافوار فير معناتها موجود بيان سور هذايا صحيح فوالا اكزاكتومون اليوم ابار لو برودوي اون لوي ميم خاطر اليوم تنجم تاخذ لو ميم برودوي انا وانت ما نحكيك با دو لا ميم مانيير Et ça, c'est très important. On a déjà le modèle qui est l'autre fois. Nous, on a fait l'équipe à la coiffure, c'est le modèle. Donc, dis-moi, j'ai besoin des experts. Allez, je pourrais éviter. Maintenant, il y a beaucoup de clients qui m'ont dit, plutôt le Bera. Client Jet, elle a fait presque pratique. C'est le même produit, l'un an, il s'est mal tourné, mais il n'y a pas. Et on a refait le même, mais. Comme une technique d'application. Je ne sais pas si on a fait un peu, mais on le fait convenablement. Et surtout, je veux dire que le backstage est fait la Wina. وين رمبوا العوينه دوب على ايدكم مثال باش ما نذكرش شنو اللي بحثي اخذ كلها بيبليسيتي اللي بحثي ونذكروا بالتليفون 29 30 20 10 ننصحكم تمشيوا الباك ستيج خاطر بالحق اباغ السونتر اللي هو ياسر مزيان عنده العباد اللي تخدم مع مهدي ياسر ناس بشوشين وسيرفيابل ويعرفوا فاش قاعدين يعملوا وسيرفيس باهي برشا وان شاء الله باش يكون عندكم سونتر اخر قلت لي ان شاء الله وي. منزاسيس ان شاء الله ميرسي بوكو مهدي جمال هو صاحب مشروع باك ستيج اللي هو سونتر دو كوافور اي استيتيك نخرجوا احنا ببليسيتي مونيا وانيس ونرجعوا